شلونكم طلاب؟ مرحبا بكم من جديد. هذا الفيديو تفنى الفيديو السابق اللي يخص الشير ستريس. ناخذ مثال رابع يخص الموضوع. هذا المثال يقول احسب المقدار التقريبي الى لزوجة الزيت بين سطح الصلب واللوح المربع المبين في الشكل ادنى. لو نلاحظ الشكل عندنا لوح وسطح. هذا اللوح هذا اللوح وجوه اكو سطح صلب. هذا السطح مائل بزاوية معينة. اذا علمت ان ثقل اللوح هذا اللوح بثقل معين اللي هو 100 نيوتن وسرعة انحداره يعني انحدر بسرعة 0.2 متر على الثانية. وان المسافة بين سطح الصلب واللوح عندي مسافة بين اللوح وبين السطح هي 2 اوكي مليمتر. اللوح شنو ابعاده؟ هو 60 × 60 سنتيمتر. وهذا كل المعطى بالصور. طيب احنا نعرف بصورة عامة من خصائص الميكانيك العام المفروض انه اي ثقل او اي قوة مائلة، هاي قوة مائلة بزاوية معينة، لازم القوة تحلل الى قوة افقية وقوة عمودية. فبالتالي احنا عندنا الثقل هو 100 اللي يعتبر الوزن هو نفس قوة نيوتن، واللوح مائل بزاوية معينة نطينا ميلان 3 و4. هاي الزاوية هنا زاوية الميلان، هذا المجاور مالتها 3 والمقابل مالتها 4. وحنا نعرف حسب قانون فيثاغورس فالوتر راح يكون 5 اللي هو هذا البعد، هذا هنا راح يكون 5 اوكي. اذا فالقوة الافقية راح تاخذ الساين اللي هو العفو تاخذ الكوساين، فهو المجاور على الوتر، فيصير 3 على 5. وفي الوزن اللي هو القوة 100 × 3 على 5 ف60 نيوتن. وعندنا القوة العمودية اللي هي الساين، فشو تكون المقابل؟ 4 مقابل الزاوية على الوتر اللي هو 5، وبالتالي نضربها بالقوة اللي هي 100 وعندنا تطلع النتيجة 80 نيوتن. فصار عندنا قوتين يعني 61 و 80، هاي اتجاه افقي وهاي اتجاه عمودي. نحل السؤال. المطلوب شنو بهذا السؤال؟ مطلوب لزوجة والشير شبيهة مجهولة، الشير اجهاد الاجهاد القص مجهول، فبالتالي لازم نستخرج الاجهاد القص من قانون القوة. احنا نعرف انه بصورة عامة قانون الاجهاد هو القوة على المساحة. قانون الاجهاد هو شنو؟ القوة على المساحة. فناخذ احنا قوة، ناخذ القوة الموازية للسطح اللي مساحة السطح. القوة الموازية للسطح اللي هي 60 المساحة هو مطنية مساحة اللوح هو 60 × 60 بوحدة سنتيمتر. احنا لازم نحولها لمتر، فشو تصير 0.6 × 0.6. فطلعنا الاجهاد. هسه يلا نقدر نحل ونطلع لزوج. اللزوج الاجهاد ايش راح يساوي؟ قانون الاجهاد هو لزوجة في الدي في على الدي واي. ليش اخذنا الدي واي؟ لان هو دا يقول على السطح ومطينا بعد دا يقول من السطح لهذا لسطح انبوب للسطح هو 2. الاجهاد استخرجنا، لزوجة احنا نريدها، فبالتالي السرعة هو معطيها ثابتة 0.2، الواي هو 2 مليمتر، فاحنا شو نحاول؟ نحاوله للمتر، فيصير 0.2 بالمية، ويساوي طلعنا بالباسكال قيمة اللزوجة. اوكي السؤال اللي بعده. عندي اسطوانة هاي بالرسم بالشكل مبينة، اسطوانة تتحرك بسرعة، هاي الاسطوانة تمشي تتحرك بسرعة 5 متر على الثانية، وان اللزوجة الكيناماتيك مطينا اللزوجة الكيناماتيك للزيت بين هاي الاسطوانة، الاسطوانة الخارجية اكو هاي اسطوانة بيها بداخلها اسطوانة، اكو لزوجة بين الاسطوانة الخارجية وبين الاسطوانة الداخلية، هي قيمتها 3 × 10^5 متر تربيع على الثانية. مطيني كثافة نسبية، كثافة نسبية هي الاس، كثافة نسبية بس بجرافيتي نرمز لها بالاس هي 0.85، طبعا هي خالية من الوحدات. احسب مقدار القدرة، يريد القدرة التقريبي اللي تضاعف باحتكاك. انا مطيتكم بالمحاضرة السابقة قانون القدرة ايش راح يكون؟ راح يكون القوة، القدرة تساوي لنا القوة في
الإجهاد أو العفو، السرعة في القوة، ماكو إجهاد، السرعة في القوة القدرة. فبالتالي إنه نلاحظ الرسم عندي بعد خارجي يعني دي الكبيرة والاسطوانة الكبيرة هو 100.2 مليمتر، ومطيني الدي الصغيرة مع الاسطوانة الداخلية 100 مليمتر. أوكي، فلو نطرح هذا من هذا يطلع لنا البعد هذا الباقي، يطلع لنا هذا البعد الباقي بين الاسطوانة الخارجية والاسطوانة الداخلية. طول الاسطوانة الخارجية هي 250 مليمتر. مطيني بالسؤال الكثافة النسبية سبيل جرافيتي اللي هي الاس. قانون سبيل جرافيتي الكثافة الكتلية للسائل على الكثافة الكتلية للمي. ليش أخذنا كثافة كتلية؟ لأن هو نحتاج كثافة كتلية. ليش نحتاج كثافة كتلية؟ لأن هو مطين للزوجة كيناماتيك. قانون الزوجة الكيناماتيك شو يقول؟ للزوجة الديناميك على الكثافة الكتلية. فأنا أخذت معلومات كثافة كتلية وليس كثافة الوزنية. أنا أقدر بالحالتين يعني القانون يساوي كثافة وزنية للسائل على كثافة وزنية للمي، أو كثافة الكتلية السائل على كثافة الكتلية للمي. أنا أخذت اللي يفيدني. فبالتالي كثافة الكتلية السائل تساوي الاس اللي هو أعطاها في ألف، هاي كثافة الكتلية للماء ثابتة، ألف ما تتغير. بالتالي أنا استخرج كثافة الكتلية السائل. أوكي، الكثافة الكيناماتيك هاي العفو للزوجة الكيناماتيك معطيها بالسؤال، هاي أنا استخرجتها حاسنة تونت استخرجناها. بالتالي راح استخرج للزوجة. ليش جاء استخرج للزوجة؟ اللي هو شي يريد، يريد القدرة، حتى طلع قدرة أنا أحتاج قوة. القوة من أطلع حقها؟ أطلعها من قانون إجهاد. بالتالي أنا حتى طلع إجهاد أحتاج لزوجة. أوكي، فاللزوجة راح نحسب اللزوجة كيناماتيك معطيها بالسؤال في ألف اللي هي قيمة الكثافة الكتلية. عفوا المفروض نضربها بس خلي أتأكد من الماء السائل. ها العفو هنا هاي القيمة مو نهائية، يعني هو أصلا كثافة الكتلية ضاربها هاي الكثافة الكتلية هاي كلها، نزل هذا نفسه منزله هنا يعني ما قبل ما يطلع النتيجة. فبالتالي هاي الزوجة الكيناماتيك هاي كثافة كتلية، يطلع لنا النتيجة مال الزوجة الديناميك أنا اللي أحتاجها بقانون الإجهاد حتى أطلع إجهاد. فأطلع أستخدم قانون الإجهاد حتى شنو؟ أستخرج إجهاد. فبالتالي الواي، شوفوا الواي شو نحسبها؟ نقص قطر الاسطوانة الخارجية من الاسطوانة الداخلية، في يبقى لنا هاي المسافة، يعني هاي كلهم طرح اسمنا هاي، يبقى لي بس المسافة ذني اللي هو المسافة من الجسم للجدار اللي هو الواي الكلي. فبالتالي استخرجت الواي اللي هو 0.2 مليمتر حول المتر، فشي يصير 0.002. ننزل هنا للزوجة اللي استخرجتها في السرعة، هو مطيها ثابتة 5. أوكي، دي واي اللي هي 0.2 على ألف قسمتها ليش حتى حولها للمتر، بالتالي يطلع لي هاي النتيجة 637.5 نيوتن على المتر التربيع. مثل ما قلت أنا أحتاج لاستخراج القدرة أحتاج شنو؟ أحتاج قوة، يعني هي قانونها القوة في السرعة. القوة من استخرجها حسب قانون الإجهاد يساوي القوة على المساحة. إذا القوة تساوي الإجهاد في المساحة، الإجهاد استخرجته، المساحة اللي شلون أخذها هياتها، هذا الأنبوب عندي هاي مساحته، هاي كلها 250 عرضة والعفو طولة وعرضة 100.2. العفو أخذ المساحة مال الأسطوانة الداخلية أريدها مو خارجية، الأسطوانة الداخلية. مفروض هذا الاسطوانة الداخلية عرضها بقد عرض الاسطوانة الخارجية يعني على طولها، بس هو بالرسم ما واضح الشي لانه العرض نفسه 250. بالتالي نحولها للمتر، يعني 250 صار 0.25. نستخرج القوة هاي 15.937. قانون القدرة هو السرعة في
القوة، قوة استخرجناها، السرعة هو مطيها ثابتة 5، نطلع القدرة تساوي بالورك وهو المطلوب. المثال اللي بعده، جريان فوق سطح صلب، مقطع توزيع السرعة يتمثل بالمعادلة هاي، V يساوي KY ناقص Y تربيع. فالثاني السرعة معادلة بدلالة Y، والكي هنا يعتبر ثابت، حيث أن V تمثل معدل السرعة والY هو المسافة من السطح. انتبهوا، قال لي المسافة من السطح، أوكي. وجد أن إجهاد القص عند مسافة 15 سنتيمتر، إذا هاي شنو الواي؟ يعني هو قال لي من السطح، من السطح تساوي، فإن يعني شو نطبق؟ نطبق إجهاد القص، هذا قيمته، عندما يكون الواي هاي قيمته. جد قيمة الكي اللي هو الثابت بهاي المعادلة مال السرعة، ثم جد السرعة، بعدين من أوجد الكي لازم أوجد السرعة عند المسافة هاي اللي هي 15 سنتيمتر، علما ان الزوج السائل مطنياها للزوجه ب 8.5، بس مطنياها بوحده البويز، ما يصير نحل، لازم نوحد وحدات، فبالتالي نحول البويز للنيوتن على المتر او للباسكال. بما ان السرعه مطنياها معادله بدايه الواي، فاني عندي معلومه تقول لازم اشتق السرعه بالنسبه لي واي. الكي مثل ما قلت لكم ثابت، فتعامل معامله الثابت بالاشتقاق ناقص، شو يصير الاشتقاق؟ هذا كي ناقص 2 واي. إجهاد القص هو مطنياه عندما يكون الواي 15 سنتيمتر، فعندما بالتالي حوالي المتر، فيصير 15%. اللي زوجة مطنياها بالبويز، أنا حتى أحولها للباسكال لازم أقسم القيمة مال الزوجة على 10، أوكي، أقسمها على 10 وأضربها في 10 سالب 1، فبالتالي طلعنا القيمة بالباسكال، تصير 0.85%. حطيت لكم هاي الملاحظة انه اللزوجة يجب ان تكون بوحدات الباسكال، اذا كانت طانها بالبويز نقسم على 10 حتى تصير بالباسكال. احنا ساعدنا اللزوجة، عندنا اجهاد، اوكي، معادلة السرعة بها ثابت اللي هو يريده، فش نساوي؟ طبق قانون اجهاد حتى يستخرج الثابت. الجهاز شو راح يساوي للزوجة في الدي في على دي واي؟ للزوجة هاي قيمتها بعد ما حولناها، تساوي العفو، هاي اجهاد، هذا اجهاد بوينت، هذا الاجهاد اللي هو معطى، هذا نفسه نزلناه للزوجة هياتها بعد ما حولناها للباسكال، دي في على دي واي هاي استخرجناها كي ناقص 2 واي، ننزلها، بالتالي راح نستخرج الكي، اوكي. الواي هنا شنو؟ لا تعتبروا الواي هو 15، انا ما قلت، بس هو نزله 2 في 0.15%، يعني هو معطى عند هذا الاجهاد، فبالتالي الكي راح شي يكون استخرجنا اللي هو اريده. بعد ما استخرج الكي يقول استخرج السرعه، السرعه هياتها عندما يكون البعد 15% وعندما يكون الكي المعطى المستخرج عند عظم الاجهاد. فالسرعة يساوي كي واي ناقص واي، نرجع لقانون السرعة الأصلي اللي مطاب السؤال، الواي عندنا، الكي استخرجنا، إذا نستخرج السرعة، بالتالي يطلع 0.9%، الكي استخرجنا، 0.15 هو الواي ناقص 0.15 تربيع حسب المعادلة، فبالتالي نستخرج السرعة بوحدة المتر على السكوند وهو المطلوب. هذا السؤال أهم بسيط، يقول عندي لوح، هذا اللوح هذا وضع بين سطحين، هذا السطحين كما في الشكل الأدنى، سحب اللوح بسرعة، يعني هاللوح مشى وسحبه بسرعة 0.5 متر على السكند. فإذا كانت اللزوجة مطيني اللزوجة جد 5%، جد القوة الواجبة لسحب اللوح بها، علما أن مساحة اللوح 30×60 سنتيمتر، طبعا هتحول للمتر. نخلي ببالنا ما طول يريد قوة، فأنا لازم أطلع إجهاد، هذا شيء ثابت. طيب البعد من اللوح للسطح الخارجي هو 0.5، ومن الأسفل هو 1، فإذا قيمة الإجهاد فوق اختلفت عن قيمة الإجهاد جوا، ليش؟ لأن الواي متغير والواي اختلف،
فبالتالي لازم أطلع إجهاد فوق وأطلع إجهاد جو، وأجد بعدين إجهاد كلي، من الإجهاد الكلي أطلع قوة. انتبه شلون؟ قانون الإجهاد هو لزوجة في الدي في على الدي واي. الإجهاد الفوق اللي هو البعد عند بعد نص يساوي لزوجة نفسها، ما قالت غيرك يعني لزوجة نفسها بس البعد تغير. فاللزوجة هي 5 بالألف عفوا بالمية يساوي دي في سرعة هي، وهي أصلا نص، والبعد الفوق هو أصلا من طيب السرعة النص، فيطلع النتيجة إجهاد الفوق الواحد اللي هو 0.5%، لأن هذا وهذا يروح. الإجهاد الجو هنا الواي يختلف، راح نجي نطبق الدي في هي أوكي هي سرعة نص، بس الدي واي هنا اختلفت صارت واحد، فنطلع قيمة الإجهاد راح تطلع 25 بالألف. الإجهاد الكل اللي نحتاجه احنا هو جاي من جمع الإجهاد الأول زائد الإجهاد الثاني، فبالتالي الإجهاد الكل يطلع لي 0.75 بالألف. شريد يريد القوة، قانون الإجهاد حسب قانون الإجهاد، الإجهاد يساوي قوة على المساحة. إذا القوة تساوي شنو الإجهاد في المساحة، وبالتالي هذا الإجهاد قد طلعناه، المساحة هو كاتبها 30 × 60 طبعا بالسنتيمتر، فاحنا شنو لازم نحولها للمتر، بالتالي يطلع لنا نتيجة القوة اللي هو يريدها. هاي المسائل اللي هنا راح تخص موضوع أو خاصية ضغط البخار الفايبر براجر. فايبر براجر اوكي، اكو شيء ثابت يقول عند زيادة درجة الحرارة فان شنو ضغط البخار راح يزداد. تخيلوا عندي مي خليته فوق نار او اي شيء ساخن، كل ما زيد درجة الحرارة جزيئات السائل راح يصير حركتها اكثر، تتحرك بسرعة عالية، فبالتالي يصبح فعالة اكثر، وبالتالي معظم هاي الجزيئات راح تغادر سطح الماء او السائل بشكل بخار، راح تصعد بشكل بخار. فاحنا كل ما زيد درجة الحرارة ضغط البخار راح يزداد. البويلينج اقصد بي الغليان، نقطة الغليان شو تحدث؟ تحدث عندما يكون هناك حالة ساتوريتد يعني حالة اشباع، يعني ضغط البخار راح يساوي ضغط الجوي، فبالتالي ضغط الجوي ضغط البخار راح يساوي ضغط البخار راح يساوي ضغط الجوي، فهنا راح يحدث حالة غليان. لهذا السبب يحدث الغليان بدرجة حرارة مختلفة اعتمادا شنو، يعني الغليان ما له درجة حرارة ثابتة، كل سائل على درجة الغليان كل سائل بالطبيعة على درجة الغليان مختلف عن السائل الآخر، تعتمد وهذا القيمة تعتمد على ضغط الجوي بهذه المنطقة. اكو قانون شي يقول الضغط الجوي بعد تسليط ضغط البخار يساوي ان الضغط الجوي قبل تسليط ضغط البخار ناقص ضغط البخار، هذا حتى اذا اراد منا استخراج ضغط البخار نستخدم هذا القانون. اكو ملاحظة بعدها تقول ان عدم تدفق الماء في الاجسام الحارة يحدث بسبب ضغط البخار، هذا ضغط البخار يمنع الماء من الصعود. اوكي شوف مسألة عليه how much the atmospheric pressure قد قيمة الضغط الجوي should be reached حتى لازم توصل in order حتى for water to boil حتى شنو الماء يغلي، قد لازم نوصل قيمة الضغط الجوي حتى نخلي الماء يغلي. if the vapor pressure مطين ضغط البخار 37.34 كيلو باسكال and at ATM معناته اسم مختصر اتموسفيريك بريشر يعني الضغط الجوي، هذا ضغط الجوي قبل تسليط البخار اوكي 101.3 كيلو باسكال، فنزل القانون الضغط الجوي افتر بعد تسليط البخار يساوي ضغط الجوي بيفور يعني قبل تسليط البخار ناقص ضغط البخار. هو شي يريد هذا بعد ما سلطنا ضغط البخار قد راح يصير الضغط الجوي، احنا هو مطينا اصلا دا يقول الضغط الجوي قبل تسليط البخار هو هذا ضغط البخار معطيني اياه، فمجرد نطرح هذا من هذا طلع لنا قيمة الضغط الجوي اللي مطلوب حتى المي يغلي بعد ما سلطنا ضغط البخار، مجرد هالقيمة بعد ضغط الجوي قبل تسليط البخار ناقص قيمة الضغط الجوي حسب القانون العفو قيمة الضغط البخار يطلع لي ضغط الجوي بعد ما سلطنا. هاي سؤال اخر عليه،
يقول عندي اسطوانة vertical عمودية قطرها 30 سنتيمتر fitted at top يعني ثبتت من الفوق with tight يعني بقوة but fractionless يعني بدون احتكاك. cylinder end is completely filled water يعني مليناها بمي. the outside يعني سطح الخارجي البستن بستن بهاي السايلندر او الاسطوانة is exposed معرضة بستن هو يعني جهاز او فتعته اللي حتى يسلط او يتحكم بالضغط exposed لضغط atmospheric pressure. atmospheric pressure اقصد به ضغط بخار العفو ضغط جوي. atmospheric pressure هو ضغط جوي هو 1 كيلوغرام سنتيمتر تربيع الثانية. احسب minimum force يعني القوة اقل قوة ابلد سلطة على البستن with wall case اللي راح تسبب شنو الوتر حتى يغلي يعني دي القوة بعد ما سلطنا ضغط البخار اللي حتى هاي القوة سبب لنا غليان المي. ودي يقول عندي ملاحظة ضغط البخار الثانية هياتي ضغط البخار 24 بالألف كيلوغرام على سنتيمتر. تبو يريد القوة وليس الضغط. القوة حسب قانون الضغط الضغط يساوي القوة على المساحة. إذا شنو القوة يساوي الضغط في مساحة. أول شيء افترضنا إنه الضغط هو قوة مسلطة على أبورد باتجاه الأعلى يعني قوة راح نسلطها من الأعلى على الجسم. ننزل قانون نقول الضغط الجوي بعد تسليط البخار يساوي شنو الضغط الجوي قبل تسليط البخار ناقص ضغط البخار. وافترضنا انه هذا البي بعد تسليط البخار قلنا انه هذا الليت بي يساوي فورس هو قوة. شو مطيني هو مطيني مساحة مطيني قطر ومطيني ضغط بخار. وقلنا انه الضغط قانون الضغط يساوي قوة في المساحة. فبالتالي قوة هنا الضغط العفو واحد يقول الضغط الجوي واحد اوكي بهاي الاسطوانة اللي هي قطرها 30 واحنا قلنا القوة في الضغط العفو الضغط في المساحة فالضغط واحد مساحة الاسطوانة بما انه جسم اسطواني فباي على 4 في ار تربيع 30 تربيع ناقص ضغط البخار. ضغط البخار كذلك هو اعتبرناه قوة. الضغط يساوي شنو القوة في المساحة. ضغط البخار مطينيه هيات 24 بالألف في مساحة الاسطوانة اللي هي باي على 4 في 30 تربيع اوكي. خلنا المساحة عامل مشترك وبالتالي نقصنا الضغط واحد هذا من ناقص خلا الضغط والمساحة سحبناها عامل مشتركياتها حتى نطلع الضغط بعد تسليط ضغط البخار اللي هو يريده. وافترضنا انه هذا قوة اذا هو الضغط هو قوة وهو المطلوب. السؤال بعده يخص الخاصية الشعرية اللي اخذناها اوكي يخص العفو الشد السطحي والخاصية الشعرية. شي يريد find the diameter يريد القطر of glass tube يعني اسطوانة زجاجية that can be used ممكن استخدامها when the capillary doesn't affect عندما يكون هذا البوبة الشعرية ما تأثر على القراءة لمستوى الماء more than helgen يعني القراءة دي يقول انه هاي ما تأثر عليها اكثر من 5 مليمتر يعني هاي القراءة اقصد بي ال H اللي هو قراءة البوبة الشعرية يعني ارتفاع الماء بيها وانخفاضها اللي يقول level مستوى القراءة يخذ بي ال H. consider اعتبر water بهاي درجة حرارية where surface tension مطين شد السطحي اللي هو السيجما 728 بالألف نيوتن على المتر ومطين الكثافة الوزنية للسائل 9.789 كيلو نيوتن على المتر تكعيب. شيريد ريت الدايامتر نجي حتى اطبق القانون لازم اكتب له انه افترض انه هذا كلين كلاس. ليش كلين كلاس؟ حتى اخذ الزاوية صفر. ليش اخذنا الزاوية صفر؟ لان هو السائل عندنا مي
وانا قلت لكم في حال السائل عندنا مي ناخذ الزاوية صفر. اوكي، بعد ما نفترض انه هو كلين كلاس. كلين كلاس يعني زجاج مثالي ونظيف. انت هذا القانون ال H يساوي قانون الشد السطحي اثنين في شد السطحي كوساين الثيتا على كثافة الوزنية في الار. شو تصير بما انه الكوساين الصفر واحد، فالقانون يصير H يساوي اثنين سيجما كثافة الوزنية R على الكثافة الوزنية في R. هو شي يريد القطر، اذا يريد ال R. ال H هو ده يقول لي هي 5 مليمتر، فاحنا حتى نحولها للمتر فخليناها 5 بالالف، قسمناها على 1000. 2 ننزلها، الشد السطحي عندنا ثابت ننزل نيوتن على المتر. الكثافة الوزنية هي قيمتها معطيها نيوتن على المتر. ال R هو المطلوب، ال R لان هو شي يريد قطر، فاحنا جم نستخرج نصف القطر وبالتالي نستخرج القطر. فبالتالي ال R يساوي هاي حاسبة نستخرجها، طلعت لنا قيمة ال R هياتها بالمتر. احنا وش يريد هو يريد القراءة بالمانو كلها مطينها بالمتر، فاحنا نرجحها للمليمتر عادي، اذا تعفوها بالمتر ماكو فرق. بعدين يعني شو يقول؟ يقول حتى القراءة مزيد، فنقول له ملاحظة انه استخدم البوبة الشعرية اللي قطرها مو اقل من 6، لان ها ليش حتى نستخرج القطر فنضربها في 2، اعتبروها 2.9 معناتها 3 في 2، حتى القطر شي يصير تقريبا 6، لازم ما نستخدم اقل من 6. يعني ها ملاحظة يشتغل كتوى ما تفرق. السؤال اللي بعده نفس الموضوع يخص، يقول small rain drop. شفنا هاي ملاحظة الرين دروب معناته شنو؟ قطرة مطر. فهذا قانونها شوية مختلف. of water contact with air يعني مناسبة مع الماء مع الهواء العفو. and has diameter عندها قطر 5.5 مليمتر. if the pressure الضغط داخل الدروبلت يعني داخل هالقطرة 6 بالألف كيلوغرام على سنتيمتر تربيع greater أكثر من atmospheric pressure. احسب volume of surface tension يريد الشد السطحي. بما أنه يرين دروب في يقول ضغط الضغط خارجه يساوي ضغط داخله، فبالتالي يعني هلا كتبون كيف ما تفرق. دلتا بي تغير بالضغط يساوي 2 شد سطحي على R. هو شي يريد الضغط. اوكي العفو، يريد الشد السطحي. يقول calculate the volume of شد السطحي volume of surface tension. فبالتالي الشد السطحي التغير بالضغط قيمته 6، هو معطيني هاي العفو هاي 6 مو سيجما، هاي 6 يعني هو معطيني اياه هياتي. الضغط بالسنتيمتر انا حولته شنو للمتر، فهو يصير 6 2 سيجما شد السطحي على R. ال R هو مطيني قطر، فانا حتى طلع نصف القطر مجرد قسمت القطر على 2 طلعت نصف القطر اللي هي 0.5 على 2 طلع لي 0.225. بالتالي استخرج شنو السيجما اللي هي شد السطحي، وهذا المطلوب. بس نشوف بالسؤال رين دروب او سب بابل. سب بابل اقصد بي فقاعات مي، رين دروب اقصد بيها قطرة ماء. مباشرة نطبق هذا القانون وننزل الضغط ونشوف شنو المجهول اللي يريده. لهنا المحاضرتنا خلصت. ان شاء الله بالفيديو القادم راح نشرح موضوع جديد، واتمنى استفادتوا قدر الامكان من الشرح، واي سؤال او استفسار انا جاهزه اكتبوا لي بالكومنت او بالكلاس وان شاء الله اجاوبكم كلكم. باي باي.